السلام عليكم السادة التدريسيون الأفاضل. الشرح اليوم اللي راح نأديه هو طريقة حذف أسماء الطلاب الموجودين في غرف اللجان الامتحانية بالنسبة للطلاب الناجحين، وإنشاء مجموعات وإضافة الطلبة حسب المادة، حسب المجموعة للمادة، يعني راح نشوفها بالتالي. طبعا راح نجي الوحدة لا على التعيين، وحدة من الكليات، مثلا جينا إلى كلية الآداب مثلا قسم اللغة الإنجليزية، نجي إلى المرحلة أو اللجنة الامتحانية المركزية لقسم اللغة الإنجليزية، راح نجي نشوف إنه كل لجنة امتحانية أو كل مرحلة بها أحد السادة التدريسين الأفاضل هو يكون مشرف عليها، فبالإمكان إنه التدريسي راح يدخل إلى القاعة الامتحانية، يدخل للقاعة الامتحانية بعدين يروح إلى this course المشاركون. طبعا يفضل انه يكون اكو عنده قائمة باسماء الطلبة الناجحين، فراح يجي اذا مو موجود يعني يحدد الطلبة الناجحين، مثلا هذا الطالب هذا الطالب هذا الطالب، ذولا اللي نقول مثلا طلاب ناجحين عندي. بعد ما يكمل تحديد الطلبة الناجحين يروح مباشرة لهذا المكان، واللي يختار من عنده حذف انضمامات المستخدمين المحددين، راح ينحذفون، راح يبقون عندي فقط الطلبة المكملين. ذول الطلبة المكملين هم مو كلهم مكملين في مادة معينة، نفرض انه طالب مكمل بالحاسبات، طالب مكمل بالأدب، طالب مكمل بالقواعد إلى آخره. فبهاي الحالة ايش راح يتطلب من عندنا؟ نجي إلى بنفس الغرفة، يعني اللجنة الامتحانية المرحلة الأولى بنفسيتها، راح نجي إلى موضوع اسمه المستخدمون، نلقي فد شيء اسمه المجموعات. المجموعات نجي نكتب هاي هنا المجموعة، نجي طبعا احنا ناشئين مجموعات قديمة، راح نجي إنشاء مجموعة، إنشاء مجموعة، نضغط على إنشاء المجموعة. شو اسمها هاي المجموعة؟ مثلا نكتب هنا مجموعة الدور ثاني حاسبات. إذن هنا أنا فقط الطلاب اللي هم مكملين بمادة الحاسبات. طبعا بعد ما كملنا ما نغير أي شيء من هاي الإعدادات، مباشرة نقول له حفظ. إذا لاحظ هنا أنا انضافت هاي المجموعة، وبين قوسين أكو صفر عندي. الطلاب اللي بقوا هنا نجي نقول له إضافة، نشوف إنه هاي عندي. طبعا بالمناسبة قبل لا نضيف احنا نكون محددين المجموعة اللي هي هذه، نقول له إضافة، راح تنفتح عندي المجموعة، نحدد الطلاب لا على التعيين. نفرض عندي 2 طلاب هم مكملين بهاي المادة، حددناهم لا على التعيين، إذا هاي المجموعة صار بيها عدد الطلبة المضافين، يفترض هنا يكون 2، ده يحمل حاليا صار عدد الطلبة المضافين هو 2. بعد ما كملنا، بعد ما نحتاجها، نرجع للجنة الامتحانية. نفرض هاي مادة الحاسبات، هي هاي الأسئلة مال الدور الثاني، نفتحها ونروح على الضبط. طبعا هاي مهمة مدير يعني مسؤول أو ممثل التعليم الإلكتروني بالقسم العلمي، ونروح إلى ضبط الإعدادات بالضبط، اللي هي آلية ضبط الوقت والدرجة وإخفاء الدرجات وإلى آخره، هاي التفاصيل كلها. إذا نلاحظ طبعا راح نجي للأخير، إيه هنا أنا قبل الأخير أكو فد شيء اسمه تقييد الوصول. هذا تقييد الوصول إضافة قيود، شضفنا احنا مجموعة، هاي المجموعة تختارها، هاي احنا محددين مجموعة الدور الثاني حاسبات، وتقول له شنو؟ حفظ وعودة إلى المقرر. إذا تلاحظون هنا قال لي إنه هاي المادة العلمية اللي هي هذا الدرس انضافت له اللي هي المجموعة، يعني هسه مجرد إنه نشيل عملية الإخفاء عن هاي المادة العلمية. إذا نلاحظ هنا يعني مسويها وضع مخفي، هسه نشيل عملية الإخفاء عرض محتوى، تمام. إذا نلاحظ هنا يقول لك متحكم،
غير متوفر إلا إذا تنتمي إلى مجموعة الدور الثاني حاسبات. إذا يعني معناها هاي الأسئلة بعد ما تظهر فقط إلى الطلبة اللي إحنا حددناهم. هذا كان بالنسبة إلى طريقة إنشاء المجموعة، وهكذا بالنسبة لبقية المواد. يعني إحنا بنفس المكان نقدر نذهب مرة لخ على المجموعات اللي هي هاي المجموعات مثل ما قلنا، ونجي ننشئ أو نسوي عملية إنشاء، مثلا مجموعة للقواعد ونضيف بها طلاب، مجموعة للأدب ونضيف طلاب، وبعدين نجي للامتحان نحدد المجموعة اللي تلائم اسم الامتحان. هذا كان بالنسبة إلى منهجية الدور الثاني. أما بالنسبة للأسئلة الظاهرة في المجموعات أو في اللجان الامتحانية، يعني مثلا هسه قسم اللغة الإنجليزية احنا يعني مخفيها كلها هنا، يعني من نجي للجنة الامتحانية المركزية ونروح مثلا للمرحلة الأولى، راح نلقي إنه كل شيء له علاقة بالدور الثاني، هو العفو الدور الأول، هو مخفي عن الطلاب. يعني تبقى فقط المادة الخاصة بمن بالدور الثاني، الأساتذة الموجودين هم يظهروها قبل بدء الاختبار. أمنياتي للجميع بالتوفيق.